وبرجع لكم مرة تانية في سري بشكل نسبي وفقرة نفسي. بيكون نفسنا في ايه؟ دايما كده او من وقت للتاني، وطبعا مع ضغوط الحياة ومع مسؤولياتنا الكتير، ايقاع الحياة بقى سريع قوي، تدفق المعلومات بقى رهيب، تدفق الاشاعات كمان بقى رهيب، فده خلانا عايزين نفضفض بقى. يعني احنا محتاجين نفضفض، جوانا حاجات كتير قوي واحنا محتاجين ان احنا نفضفض. طيب لما بنيجي نقرر ان احنا نفضفض، بيبقى مستزاجة قوي ان اي حد قدامنا حتى لو منعرفوش نقوم مفضفضين معاه كده بأحاسيسنا وبمشاكلنا. مفيش حاجة اسمها كده، احنا دايما بنختار ناس معينة نحب نفضفض معاها، مش كل الناس احنا بنرتاح ان احنا نفضفض معاهم. طيب ليه بقى احنا بنختار ناس معينة ان احنا نفضفض معاهم؟ انا هقول لكم. اول حاجة انه في شخصيات مستمعة جيدة جدا، مستمعة جيدة بمعنى ان هي منصتة، تسمعك وتركز قوي في اللي انت بتقوله وما بتبقاش وهي بتسمعك قاعدة بتفكر هترد عليك تقولك ايه، لا هي بتسمعك فعلا بقلبها بعقلها بتركيزها وبحضورها التام، وما بتقعدش تقطعك. فدي برضو من الصفات المهمة جدا اللي بتخلينا نختار ناس معينة عايزين نفضفض معاهم. طيب تاني حاجة التعاطف. احنا في المرحلة اللي عايزين نفضفض فيها دي، احنا محتاجين اللي قدامنا يتعاطف معانا، مش يقعد يعمل يدينا محاضرات ويقطمنا ويقولك لا أو لا، يبقى في تعاطف. يعني يقعد يقولك انا حاسس قوي باللي انت بتقوله، انا فاهم كويس اللي انت بتقوله واللي انت حاسس بيه. لازم يكون في تعاطف، دي من ضمن الحاجات اللي بتبقى مريحة جدا. وعلى فكرة الشخص اللي بيبقى عنده التعاطف ده هو بسبب ان هو منصت جيد او مستمع جيد. تالت حاجة طبعا، وانا بشوف ان دي المفروض تبقى اول حاجة، الثقة. الثقة بتتبني على أساس إيه؟ إن أنا اتعاملت مع الشخص ده في موقف وفي اتنين وفي تلاتة، لقيته قد إيه شخص عنده حكمة. فالثقة دي إحنا محتاجين إن إحنا نبقى واثقين جدا في اللي إحنا بنفضفض له. ساعات الحياة ما بتديناش هذا الشخص على فكرة، يعني لست وحدك، أحيانا بنلاقي حياتنا ما فيهاش شخص موثوق فيه. جربنا إن إحنا نفضفض لقرايبنا، إخواتنا، حتى والدنا ووالدتنا، لكن احنا في وادي وهم في وادي، بيفهموا الكلام بشكل مختلف، ما بنرتاحش الفضفضة معاهم لان بيهاجمونا او بيقطمونا او فخلاص بيحصل انه الحياة فرضت عليك ان مفيش حد انت واثق فيه ان انت تفضفض له. هتعمل ايه؟ روح لمتخصص نفسي، روح لطبيب نفسي، روح لاخصائي واتكلم معاه، لانه في شرف المهنة فهو استحالة هيفضفض. يا اخي لو مفيش حتى امكانية ان انت تروح لحد تتعالج عنده نفسيا، ولو ان في علاج نفسي بالمجان طبعا الحكومة والدولة موفرة، اكتب في نوت بوك، اكتب الورق والقلم دول صحابك، اكتب اللي انت حاسس بيه، فضفض بالكتابة او حتى فضفض على الموبايل بتاعك، تعمل فويس نوت، يعني تسجل حاجة، تسجل صوتك وتتكلم، لان في ناس بتبقى بتحب تتكلم اكتر ما بتكتب. صور نفسك فيديو، بس مش لازم تنزله على السوشيال ميديا، فضفض لنفسك كده وانت بتتكلم مثلا، او فضفض اوديو، سجل حاجة فويس بتاعتك وشيلها. عدم الحكم، الشخص زي ما قلتلكو اللي بنرتاح معاه اللي ما بيقعدش يحكم علينا، يعني قاعد بيسمعك عشان يحللك نفسيا، يعني يقولك مثلا ايه، انت من نوع العصبي قوي، اصل انت من النوع الغيور قوي فبيحصل معاك كذا كذا كذا، هيقفلني مش هحب ان انا فضفض معاه مرة تانية. فدي برضو من ضمن الاسباب اللي ممكن تخلينا نفضفض للشخص ده ولا لا، ان هو ما يكونش بيحكم علينا واحنا بنحكي. الشخص اللي عنده حكمة، يعني الشخص اللي عنده حكمة ده موضوع تاني خالص. الشخص اللي عنده حكمة مش اللي هو بيقعد يقولك ما انا قلت لك فاكر، لا ده مش عنده حكمة، ده عايز يثبت ان انت ما بتفهمش هو بيفهم اكتر منك، فده حد لا ما تفضفضش معاه تاني. الشخص اللي عنده حكمة اللي هو بيبقى فعلا امين قوي في النصيحة اللي بيديها لك، بيبقى حكيم ومتزن، مش مندفع، مش يقول لك يلا انت عندك حق وليك حق تتعصب، وانا لو مكانك هكسر الدنيا وهكسر دماغه والكلام، المصطلحات اللي احنا بنقولها دي. فاحنا كده اتكلمنا على ان احنا عندنا حوالي اربع اسباب تخلينا، او خمس اسباب تخلينا نختار هذا الشخص تحديدا علشان نفضفض له.